بارك الله فيك يا ولدي، وأتمنى أن هذا الخنجر لا يرتع إلا لنصرة الحق، فالسلاح قد يقتل الشر قد يقتل الخير. شر وفقك للخير، مبروك يا ولدي. يبارك في عمرك يا أبوي. كيف جرحني فين؟ عشمي ما يكون جرى شيء. احنا بخير. Thank you.
طارق؟ تعبت يا طارق؟ أيت؟ مش مسؤول، أنا ما طلبت منك تيجي معي. ياسر فارس مليح، امبارح كان مليح قوي. ضحظ. ياسر بيردني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جننتي؟ ما حشمتيش؟ ضيعتيني على الارض؟ غنيتي تحرفني؟ واذا كان الراجل شافك وانتي راكبه وانا ماشي؟ هذا ما يهم. يهم؟ هذا ما يهم. يهم؟ هذا ما يهم. يهم. أما بهلوان لا ولا شجاع سلفه ما تاخده تعلمه فكرة مش بطالة. تفكر تعمل منه بطل فرقتي؟ وماله زي ما عملنا؟ بس انت كنت بتصارع. تصارع؟ كفاية عليه ابتسامة. هخلق منه بطل يهز اسبانيا. مدام قررت ما نجيب ونكلمه. صبرك يا بلار صبرك، تستعجليش. طارق كنت فين يا ولدي؟ تأخرت ليه؟ على الله يكون ربنا فتحها عليك اليوم، قد ايش ربحت. بس دول بالشكل ده عمرك ما حتحوش مهر زبيدة. على كل حال ما اظنش انها تكون من نصيبك. جاسر قابل ابوها اليوم وطلبها منه، انما اختي ام زبيدة بتريدك انت لبنتها، ما اعرف ليه.
ولا تصايع ضايع لا قدامه ولا وراه. يمكن بنتها قالت لها شيء. زبيدة بتحبني. تحبني أنا مش جاسر. لكن جاسر ولد عمها وعمها شيخ القبيلة. اهتدي بالله يا ولدي. هخطفها الليلة. فكرتني بوالدك. أبوك كمان أخدني اختفى. أنا وأخت أم زبيدة قررنا قبلك إنك تخطفها الليلة وتسيبها كمان أمانة في دار شيخ القبيلة. أسيبها عند أبو جاسر؟ أبو جاسر هو شيخ القبيلة قبل ما يكون أبو جاسر. إحنا ما نخالف شرعنا. لازم أدفع مهرها 10 أضعاف. خدي منه الأرجيلة يا زبيدة. ما انتهيت من تدخينها بعد يا بنتي. كفاية عليك هالسعلة يا أبو زبيدة. ايش عيدة الأرجيلة يا زبيدة الأرجيلة. المقعد المقعد بدي أخلص الأرجيلة. والله الأرجيلة هي اللي تخلص عليك. ما بريد أصير أرملة وأنا في عز شبابي. لازم تنام لك لتصحى بدري وتروح السوق. ما ببعيني نوم. تنام الأول والنوم بيجي لعنيك. في شيء يما؟ لا ما في شيء. كبرتي يا زبيدة وكبرتيني معك. يحرسك ربنا ويصونك وريح قلبك وشبابك. اللي صار بينا روحي يا حبيبتي روحي نامي يا قلبي. ام زبيدة مي مي. ايش بيك يا رجل؟ بريد شربة مي. البرد كتير نام احسن. طارق وي مين هناك؟ انت قال هناك اتكلم اتكلم انطق. مين عنده طار؟ زبيده ارجع ارجع يا ام زبيده يا ام زبيده. سرقوا زبيده يا ام زبيده. بنت حبيبتي يا ناس يا شمان سرقوا بنتي خدوها اختطفها. يا ويلك يا ام زبيده يا ويلك يا ام زبيده يا ويلك يا ام زبيده. انك بتحبني. اسكت يا بنتي. اعترف بقى اعترف بقى. وقف وقف عندك انت يا راجل. سلاحك يا مزبي. بنتك صارت على زمة طارق. أمانة عندي في داري 40 يوم وليلة. لكن أنا وعدت ابنك جاسر يتجوزها الليلة. الخطيفة تحلك من وعدك. والآن كل واحد يروح لحاله. يا أمو جاسر. لكن يا شيخنا. ما ترضى لي يا أبو زبيدة أنك خالف شريعتنا وشريعة الجدود. وأنت ما ترضاها لنفسك.
طارق، زبيدة شرفها من شرفي، وانت عارف انه مش من حقك تشوفها ولا تتصل بيها، سامع؟ لغاية ما تدبر مهرها، لغاية ما تدبر مهرها، ولغاية ما توفيه زبيدة محرمة عليك. عارف يا سيدنا الشيخ. وعارف ايه مهر المخطوفة؟ 10 أضعاف مهرها الأصلي، وبعد 40 يوم من حق أبوها يجوزها لغيرك. زبيدة بقت بيننا يا مو جاسر 40 يوم في بيتها بين أمها وأبوها، وانت يا زبيدة عليك تضلي في الدار، لا تفرقي سور البستان ولا خطوة واحدة. الآن خش وناموا، روح لعمك يا جاسر. لحظة يا أمي. حيلك يا طارق قبل ما تلم القرشين. عافية عليك. 198 سلة ما يجيبوش تمن رجل جمل واحد. انت ايه ماله؟ تعالى تريدني؟ ايوة قرب. وين رايح يا الحبيب؟ رايح في طريق رجلية. بتريد بلح؟ انت اللي كنت بتصارع في السوق. ايوة بلح. بتحب المصارعة؟ شفتها مرتين في الدار البيضاء، تشتري؟ ايوه بس التور اللي كان في السوق ما كانش خطر. مش عارفك. خد شوف اهو ده تور. هو كبير كبير. ده راخر هتشد ديله؟ ليه لا؟ لو استاهل. طب اركب انا عايزك. اخرجي هاتيها. وش يقول الشيخ لما يعرف اني فارقت داره؟ خطوتين ما يفرقوا يا بنت. يعطوك كل هالمال تترقص الطور؟ هدول اما حماق او مجانين. وحتغيب علي؟ حرجع لك قبل ما يرجع لنا القمر. وش حتكون هدية زبيدة؟ بالله يا طارق. اول شيء المهر لابوكي. وتاني شاي شال. بتجيب لي شال؟ تعي المايه يا زبيدة مش تقلق. ما انت زوجتي. ما تسيبنيش لوحدي يا سمر. Thank you.
هموت منك يا ملف والا طيارك. ما لفتش وما طيرنيش. لو كان طور حقيقي كان طيارك، لكن هو مش طور حقيقي. ما تبقاش عصبي يا سلفادور، مستعجل قوي ليه؟ مش معقول تعلمه كل حاجه في يوم او يومين. انا بقى لي شهر بعلم فيه. هو نبيه وجريء، لكن مخه اللي زي الطوب والألباندا بتاعته دي ممكن تكون خطر على اللي معاه، لازم يتعلم. انا رايي انه كويس قوي. التاريخ محتفظ بشبابك يا بيدرو، اصل سبرتو سر الخلود. باي باي. رجعنا للشرب تاني. انا نبهت عليك اذا شفتك بازازه مره تانيه هرميك في الشارع. طارق، مدام بتستنانا في العربيه. الله، فين؟ هات. انا متشكر اوي. حاسب المره الثانيه هنترمي احنا الاثنين برا. مش ممكن، من يقدر ينطى مدام اللي واخده بالها منك الست بلارا؟ بس سلفادور مش مبسوط مني. طز، شو هو اللي بيحكم هنا؟ ارتاح الفكه. خوانيتو جايين يا بابا. انا اللي ربطت له الكرافتة هايله مش كده؟ ضروري يا سلفو تاخد معاك طارق بكره الصبح للترزي بتاعك. صورة بقى يا جماعة قبل ما نقعد نتصارع مع الأكل. واحد، اتنين. بسيطة. أدي إحنا جبنا الجمل للجمال. يلا إخوانيتو. يلا. هوب. واحد، اتنين. أوف. هاتي بقى. اتفضل. الو؟ لا لسه، لكن ماريا محضره عشاء مخصوص لخوانيته. بتي فين دلوقتي؟ طب ما تطلع لنا. اطلع تجار العركي. لا مش حاضر. ما تبقيش مجنونه. انت تبعته حالا وبس. انا وعدت اصحابي اني افرجهم عليه. انا همسك له الشوكه والسكينه بنفسي، مش هخليه يريل على هدوم. ده مش من ممتلكاتك، ده بتاع بابا. ممكن بقى تبعته لي على طول؟ هبعته. بس لا لا روح انت معلش. بس ما تنساش الخمره والنسوان ما يتفوش مع التيران. و اوه يا ما شفتش طارق. والله حلوة دي، جبناها علشان ينام لنا. طارق بيقاسي تيحوش مهري، مش انت يا جاسر اللي يستغل فرصة غيابه. استغفر الله يا زبيدة. لكن ايش؟ قديش تقدر تنتظريه من غير ما الناس تتكلم؟ كلام الناس مثل نبيح الكلاب، ما عاد يهمني. أنا رايحة له يا جاسر، مسافرة له. وين كرامتك؟ كرامتي في إن ألاقي حبيبي. طارق حيهينك أكتر. يصعب علي أقولها لك، لكن هذا اللي حيصير. رايحة له. فكرت في التمن اللي حتدفعيه؟ شريعة الصحراء ما بترحم. بص والنبي سلفادور هيموتهم من السهم.
اتفرج عليا. حيلك يا ابني انت، طول بالك، مش دورك. دور ايه الجدع ما يستناش دوره؟ ده كلام. ابعد كده، ابعد. ايه؟ اتفرج ورا كده، ابعد. تبقى اشمر. بيا يا بحشر منك. طب دور اعمل ولد جديد جايبه لنا ده، عرفت بيركبنا عشان يظهر هو. الحكايه ما تستاهلش ده كله، اصل دمه حامي. والله اذا كان انت مش عارف تربيه هربيه لك انا. اوعى بقى، اوعى. مش بطاله ليه سلفادور دي؟ لا مصارع ولا حاجه، لكن جدع في تهييس الناس، وما بقالوش شهر بيصارع فهيم. ايه ماتادور الفونسو، جرى ايه؟ مش تستنى لما تخلص المصارعه؟ مصارعه؟ دي مهزله، ده مش فن له قواعد واصول. الولد ده خطر على كل اللي حواليه ونهايته هتكون سيئه جدا. بالعكس انت سامع اهو، ده هيكون كويس قوي. على كيفك. الفونسو استنى، خليك انت ساكت لغايه ما واحد مننا يموت من تهريجه. ده شاطر جدا في دعايته. على العموم مش اول مره الناس تتخم في واحد. اتفضل، واحد اتعور. انت خدهاش جد قوي كده، انا كنت جاي اطلب منك خدمه. عايزك انت بنفسك تقدمه للجمهور يوم الحد، تديله الالترناتيفا. لا سلفا، ما تحملش المسؤوليه دي. انت عارف كويس نتيجه كلامك هتكون ايه. على العموم انا معتزل بعد اسبوعين وانت عارف كده كويس. دي هتكسر البلد يا حبيبي. نعم. تذكره لفين؟ روح اسبانيا. ملك 15 درهم. وانا هعمل بيها ايه دي؟ هدي فضة فضة. طب هات الباسبور والاوراق. ما تخش قدامي المركب هتفوتني. صحي بيها كرك. بالله عليكم يا ما معكي باسبور يا بنتي؟ قلت له ياخد فضة، ما رايد، رايد ورق. لازم يعرفوا مين انتي ومين بوكي. وليه؟ ما بدي اعرف مين امه، ما بدي اتجوزه، كل اللي بريده اعد البحر من هنا لهناك. ارجعي يا حبيبتي لشيخ قبلتك وقولي له. لا، انا هعدي. بريد اعدي البحر لزوجي، بعد عنك ساخن. انما ناخذ حريم ميانا، الحريم تجيب النحس. انتي صاحب القارب؟ لا هو. يبقى هو اللي يتكلم. يرجعها على الأرض قدام من غير ما يجرحها. أي إيه ده؟ أي غريبة، إزاي راجل بسيط زيك فهمني بالسرعة دي؟ عشان انت ما تهمنيش. وقاعد معايا ليه؟ انا اللي قاعد، انت ما قعداني. وحياة عينيك ايه؟ لا والله عال، على كده ابقى انا مجنونه. يبقى انا انت حلو، قول كمان. عندك حق، انا اللي غلطانه. اللي وحياة والدك مش عاوز خناق. وحضرتك عايز تبقى ماتادور في مدريد، وعايز تعمل لي الفونسو على شكل ساعه. ليه مغفلة؟ والله ما انت شايف مدريد بعينك. والله وعملك ايه يعني؟
بس يا ولد بلاش قلة أدب. ليه مش لابس ابيض في يوم زي ده؟ ما يهمش ده اجنبي. أتمنى لك النجاح والحظ الطيب. اطمن، الاثنين في ايدي. مبروك. لكن عندنا كونتراتو. ده حبر على ورق. مش ممكن تقدري تجبريه انه يشتغل بالعافيه معاك. لازم تعمل حاجه. اوقف. ايه، اكسر له رجله؟ رقبته يبقى احسن. قولي لي بقى، هنقابله ازاي في الهيصه دي كلها؟ نطقتي؟ وما نطقتش ليه لما كان قدامنا؟ ايه اللي خرسك ساعتها؟ زعلتي قوي؟ متنا تفرشنا كله وما قلناش حاجة.
صورة من فضلك. من فضلك يا طارق، انزلي على الحديد بقى مع شغل المجلة. ايوه ميرسي. تمام. انزلي على الصورة دي. انزلي على الصورة دي. انزلي هنا. ميرسي. ايوه انزلي هنا. قرب. جارك ايه؟ لازم القبيلة تكون قامت وقعدت. استني هنا راجع لك على طول. أحسن تكلميه بعدين في التليفون. أنا قلت هكلمه دلوقتي، يعني هكلمه دلوقتي، وإذا كان مش عاجبك اتفضل أنت سيبنا. سيبنا خالص. أهدي لك. ايه رايك؟ اركبي يا بنتي اركبي، النهارده عربيه مش بيضاء، بكره عربيه سودة، امبارح بدرو، النهارده طارق وزبيده، فلتحيا الفكه والوزه. دي طارق، عايزاك في كلمه. كلمي. قدام دول كلهم؟ دول اصحابي. اهو كده. سلفو بيقول إذا كانت مصلحتك مع مانولو تقدر تسيبنا. راجل عاقل ونبيه. أنا رأيي إنه عبيط، ممكن يوقفكم عند حدكم. على مالك يا روحي، الأمور مش بالعافية. إحنا عندنا كونتراتو. ومستنيين إيه؟ نفذوه. وليه يرد بدالك؟ خلاص بقيت من ممتلكاته؟ اسمعي، ما حدش يقدر يملكني. لا سلفو، ولا هو، ولا أنتِ. عمري ما قلت كده. معال، ما تنسيش بقى. فهمت، بلاش الكونتراتو. طب واحنا؟ واحنا؟ واحنا ايه؟ دي كمان هتنساها؟ كانت ايه عشان ننساها؟ بيلار، حبيبتي حاولي ما تكونيش. ايه؟ ايه لازقة؟ كنت عايز اقولها لك، لكن انت ارغمتيني. حلوا عني بقى. بيلار، انت حلوه وصغيره. بيتخانقوا مع بعض؟ تأكدي ان اي واحد في الدنيا يتمنى. ايدك عني، اوعك تلمسكي. انا الحق عليا، اللي تلم حاجه من الشارع لازم تتوسخ، وانا لميتك من الشارع علشان كده اتوسخت. حلوا عني انتوا كمان كلكم. روى يا ابني، بكره يا ما تشوف. البس بسرعه، هرجع لك حالا مع جماعه بتوع التلفزيون. بيدرو، تعالي شوفي بقى، شوفي طارق بقى عنده ايه. كل ده ليك لوحدك؟ هو اكتر من كده. تعالي شوفي طارق، الست فخيته قالت مستنيه. تعالي كلي معايا. كل انت لوحدك. تعالي، مفيش حد.
كل انت صحتين، انا هاكل لوحدي بعدين. قلت لك تعالي. اكل معك ازاي؟ من امتى النساء بتاكل مع الرجال؟ ده عيب والله. الكلام ده هناك في الصحراء، تاكلي معايا يعني تاكلي. بسم الله تعالي هنا، بقول لك تعالي. تعالي. خسيت يا طارق، ضعفت. وحشتيني يا زبيدة، كنت عايز ارجع لك بس ما قدرتش. انا جمعت المهر، لكن عايز ارجع لك وانا املك الدنيا كلها. عايز ارجع طارق الغني المشهور المليونير. انا بحب طارق وبس، وجيت لطارق اللي بحب. وجيت ازاي لحد هنا؟ مركب عم ابراهيم الصياد. مركب صغير؟ ما بيشي، كانوا طيبين معي. كان ممكن تغرقي. فداك. ده ليكي، خدي. اشتريتهولي انا؟ ده ليكي وبس. ايه ده بقى؟ لسه ما لبستش؟ لازم نروح التلفزيون والجماعة بتوع الجريدة جوه. انت ناس البومبة اللي هتطير الفونسو ولا ايه؟ الو جميلار. ما بريد اوصيك بيها يا عمنا. ها وحياتك خليها في عينيكو، في عينيك الاتنين. وانا مالي خير وبركة الا انت. عارف طيب انك تركتي القبيله وما تقدري ترجعي. وايش الراي عندك يا شيخ مرعب؟ عسى الله، رايي هو رغبتك يا كبير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما ارغب الا الخير، لكني اريد اسمع منكم رغبتكم. اتكلموا، انا قاعد لهالغرض. قولوا. من 10 سنين وسنه شربت دم من دمي، راود غليلي من بنتي ما ارتعشت يدي. ليش الجال والجيل هالمرة؟ يا ويل قبيلتنا ويا عارنا، عشنا لها اليوم وشفنا النساء فرجان. شيخ ابو جاسر، ليش هالمجلس يريد يمحي عاري ويتستر علي؟ انا في عار ما يغسلها غير دم زبيدة. ما كنت ناطر اخوي ابو زبيدة ولا رأي مجلسنا. صاحب الحق والراجل الوحيد اللي العار عاره وراكبه وراكبنا ابني جاسر. وقبل زبيدة ما تهرب لعشقها، ابوها حط يده في يد ابوها. وقرينا فتحة الكتاب. زبيدة ما رطت امام الله. احلف يا جاسر. أقسم أمام مجلس كبرنا ومشايخنا إني لا أستريح بالليل أو بالنهار حتى آخذ التاري وأغمس يدي في دماء زوجتي زبيدة. يعني مش قوي كده. إحنا سمعنا إن فيه كلام كتير عن حاجات شخصية، هل ده صحيح؟ أنت ناوي تتحدى ألفونسو بجد؟ اتكلم، أنا ملاحظة إنك ما بتتكسفش. مش أنت بتقولي إنك سمعتي كلام كتير؟ نحب نسمع. اسألي وأنت تسمعي. مش المتدور الفونسو هو اللي قدمك وادالك فرصه من ثواني؟ مظبوط. تروح تتحداه كده على طول؟ وماله؟ في داعي لكده؟ اصلي ما بحبش الغرور.
لكن ده هيعتزل. يبقى الحق احسن. بيتهيالك انك هتقدر تهزمه وتنتصر عليه؟ بكل تأكيد هحزمه وهنتصر. انا مش عارفه اقول لك انت ايه. بعد ان استمعنا الى ما قاله المصارع الجديد طارق المعروف بالموريتو، سنشاهد الان الكريده التي قدمه فيها لنا مصارع اسبانيا الاول الفونسو. كنت عارف حكايه التحدي دي. بيتكلم بالسمانولو. طلع السلم على كتفنا ومحدش قادر يوقفه. حق علي انا. ارجوك تسامحني. انا اللي اجبرتك تساعده وتعمله توريرو. بس المهم ما تصدق انت انه يقدر يغلبني ده ولا حاجه. سينوريتا بيقال. اديني طارق من فضلك. اندهن ان انا كنت عاوز اعتزل. المغرب يعني. بسرعه. بس مش هعتزل بقى الا لما اديله درس. انا الوحيد اللي اقدر اديله درس قاسي عمره ما ينساه. ولا يهمك. قلت له اني انا شفتيتين قهوة عشان يروق. انا رايقة كفاية. متشكرة اوي. انت كلمه تعال اطلبه في التليفون ما بيردش عليا الجحش الحيوان ده. لا حافظي على الفاظك قدام الولد. ما تلاقيه في اوضته ده منظره ما يسرش. بلال لو كان في حاجة مضايقاكي فالولد ذنبه ايه واحنا؟ يا سلام على الاخلاق العالية. اولا مثلت علينا دور الملاك البريء واستخفلتينا كلنا لغاية ما لطشت مني سالفو وتجوزتيه. اذا كان طارق بيحبك تأكدي انه هيرجع لك. اذا كان طارق بيحبك تأكدي انه هيرجع لك عنه ما رجع. انا اللي برمي الرجالة مش انا اللي التليفون يتقفل في وش. حيوانات حيوانات كلهم. حاجة تقرف. مين فينا اللي يقرف؟ انا ولا جوزك خارق الاصنام الفونسو وسيطاري واللي يراه واللي بعديه كل يوم هالفوت جديد من الشارع وكبر ومرن وربي بقت تقليعه تخريفه. كل ده علشان ايه؟ طيبه روح رياضيه علشان انا؟ لا كل ده علشان ينسى المكسح اللي مرمي جوه. الفونسو سايبيني لوحدي دايما لوحدي. اكلم مين واشكي لمين؟ كفايه بقى كفايه كفايه كفايه. طارق هيدفع ثمن الإهانة دي كلها. هذا تخريف وقلة عقل. يمكن الرحلة الجاية أرجع معك. أنت هتطلعي قدامي على المركب هلا هلا، ما تحاولي تلعبي علي. روح يا راجل روح أكمل عدد الأولاد. بيجي أكلم زبيدة. روح يا زبيدة. الطريق لطارق طويل والغربة صعبة. حسبي على نفسك وربنا يحنن لك قلبي. مع السلامة يا بنتي. هي سويلة أي صبية يفرح قلبها بيك ويوم المنى عندها اليوم اللي تتجوزها. لكن أنا فات الأوان يا خي. عم إبراهيم زبيدة حتفرجنا. قوم ودعها. قوم يا ولد ناقص. هيكون مين غير حتحوت؟ يا حتحوت تعالى حنبحر. أيوة جاي. يعني ما في أمل ترجعي معنا؟ طيب شوف وشك بخير يا نمرة 16 يا بنتي. Thank you.
قل لي يا سينيور، ما شفتش مركب مغربي هنا؟ كانت هنا وسافرت. تفتكري اقدر اتركك وحدك في بلاد الغربة؟ خي سويلة بتسمحي؟ وماله؟ كل ما الستات تسمع خيانة راجل لوحدة كل ما يتعلقوا بيه أكتر وأكتر. قولي الأرادات مش حباك؟ لا، دول 2,570,000 بزتة. والعروض من أرفزاك؟ أبدا، دول زادوا 35 يوم ب35 مصارعة ب35 بلد. بس لو استمريت معه بالشكل ده حيموت قبل ما يقابل ألفونسو. ومين يهمه دلوقتي انه يقابل ألفونسو؟ التحدي نفسه هو اللي عمل لنا الهيصة دي كلها. ده أنا عندي 5 عروض مضطر أرفضها. وليه ترفضها؟ طارق قدها ودود وحش الصحراء، مش كده يا بطل؟ أول بلد نوصل لها هننزل ونهفلنا ساندوتش وشوية بيرة ساعة بشكل. قول ليه؟ الله، جرى يا جدع انت قد كده بتكرهها ولا ايه؟ بالعكس انا ابعد يا بنت، هو العب بايه ده؟ مغربي زيكم مش كده؟ ده جدع ومفتح وبيكسب عال دلوقتي، تعرفوه؟ حنا دايخين عليه، مكتوب هو فين؟ هيرجع ملقا بعد اسبوع. يبقى نرجع ملقا ثاني؟ ده اذا شاف الطريق، اصله بيشرب شويه، ابن حظ وبتاع كاس. سويله، لو وقف سكران قدام الطور يموت. بابا كان كام؟ قول. على مهلك، لحظة التمن بيرتفع. أنا عارفة قيمة طارق عندك. وأنا عارف قيمته بالنسبة لك. اطمني، هنوصل لنتيجة حلوة. ما تنساش، ولا تصريح من غير إذني. بيرتفع بيرتفع. عارفة، قلت إيه؟ الأمر أمرك. اتفضل يا سيدي امضي. يبقى على التمن ده أحب إن العقد يكون أحسن من عقد سلف. ما تخافش، حديهولك لحم وترميه عظم. هات. قوله اني مستنيه الليله في بولز، وانت كمان. مروخه فين زبيده؟ مش عارفه، شوف جوه. يا كارمن بنت، يا كارمن ما تشوف الجندوفلي الشوب بساعة جوه. زبيده لا لا لقيته. لقيته طارق. انتوا ريرو؟ طارق رجع ملجا وما يرجعش. انا كنت متاكده ان هو هيرجع. لا، المروحه دي عندها احساس. هو فين؟ اساليه. هو فين؟ اساليه. لا لا، هيتعشى في مطعم ريتس. يا مطعم ريتس في اخر الدنيا، ما تروحي له. ازاي تروح له وهي لابسه كده؟ ده مش معقول يا بنات، افهموا. مطعم ريتس اخر علاقه. في فستان يجنن عندكم. وامي عندها شال. اسمعوا، هاخد زبيده وافوت على امك واختها. المهم هلاقي لها لزام. يلا يلا يلا، وانت خدي مطرحه احسن صاحب المطعم يجي. يلا يلا يلا. بعدو فين؟ زبيدة مروخة، زبيدة مروخة، انت فين؟ زبيدة راحوا فين يا خدمة؟ مقور انا. وحياتك ادينا فستان ترسينا. يلا اللي على الدولاب. واخدين زبيدة لحبيبها. حضرته بقى مهم قوي، توريرو قد الدنيا وسايبها مرمية. لكن على مين؟ على مروخة. انا حوريله النجوم في عز الظهر. هاتي. متشكرين. كتر خيرك، ربنا معاك. الغربانة المسكينة عدت الصحاري. خدي كمان. متشكر. وحضرتهم بيتحرك.
وحييك وعلى ركب بكتير خان صعب علي ودلوقتي حسن طيب على فين خلص كاسب نو خوزي انا بحترم الفونسو مش هتخلى ابدا عنه ركز انت على طارق وسيب مانولو الفونسو ده بيغير من مانولو باي باي بلال روح في داهيه ايه اللي انت بتعمليه ده يا مجنونة؟ هاتي هاتي في رسالة كتير عندها حق انت غلطان وهي غلطانة لازم الزفت ده يشوفها بكل جمالها اهو جه زبيدة روح غيره زبيدة خشي قربي قول فين البطل؟ سهل علي زبيدة لسه هنا شفتها انا شفتها ولا انت شفتها الحاجه الوحيده اللي احنا شايفينها مدريد وعاد ابن البار الى منزله يا اهل كل اموالي تحت امرك بيني وبينك اموال كتير يا طارق يا حبيب الكل احسن لك انك خلصت منهم انت راجل محترم وكنت هتضيع نفسك معاهم اسمعي انت اشتريتيني بحالي وباخلاق الزفت لكن انت بالنسبة لي مدريد بس انت يا ولد كلام عدل ارزقكم كلكم ما حدش يقدر يشتريني ما حدش يقدر يرغمني على اي حاجة فاهمين فاهمين اخلص اسمع الكلام احسن لك ادي شمبانيا للناس كلها وبفلوسي اسمعوني انا هقول لكم حاجه كويسه قوي اخواني انا مش عايز اطول عليكم انتم عارفيني كويس واسبانيا برضو كلها تعرفني ان انا خالي الابطال الليله بقدم لكم ابني ابني المغربي اللي حيكون بطل اسبانيا الليله بنحتفل مقدما بانتصار طارق على الفونسو ما استهلوش اهتمامك انت مش واثق فيا وصار طارق ملحقش يشوفنا طارق شفنا وشافنا ايه يا جماعة في ايه لازم نشوف طارق ممكن بكرة تشوفوه قوي في المصارعة بدنا نحكيه يبقى مش هنا ممكن بكرة تكلم السكرتيرة بتاعته وتاخد موعد اتفضل سكرتيرة ايش وموعد ايش هادي زبيدة 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 قريبته المدمازيل مقدر الموقف تمام ده راجل مشغول مش ممكن اي واحد في اي وقت يعني بكرة السلام زبيدة انسى الحكاية كلها يا سويلة انسى الحكاية طارق ما بيردنا خجلان منا زبيدة كان عندك حق في اللي قلتيه مش لازم نظلمه يمكن حقيقة طارق ما شفناش
علي مبروك مقدم. على فين يا سلفى؟ ماليش رغبة اتفرج النهاردة، تعبان. النهاردة هاخد كوريدا ليه؟ وانت عارف انت عودتني تكون جنبي دايما، والنهاردة بالذات لازم تكون جنبي. هتكون ممتاز اوي زي ما عودتني. دنيا عجلة بتلف بتلف. أظهرت كل فنون الفرصة. والله ما أنا عارف هل كان من الصواب إن طارق يتحدى ألفونسو في عظمته دي؟ وهل طارق هيقدر يقدم عرض يقرب من عرض ألفونسو؟ أشك، خصوصا إني شايفه مهزوز. والله الطريق ماشي كويس، فيرونيكا هاي لو لفة حلوة، لا حسب، بلاش مجازفة، بلاش بتوب دي، برافو، الوقت طريق واسع من نفسه، يقدر يعمل إيه؟ افتكر الراجل اللي ورا عشان يقعد وضعه للسور زي ما كان بيعمل مانوليت المشهور، لا لسه بدري عليك، مش في أول حياتك، الحركة دي خطر، لا دي قريبة أكتر من لازم، يا ساتر، ده أنا سامع تقريباً القرن بيمسع بدل الطريق، لكن برافو طارق، نفد، واقف ثابت، سالفو، موريتو أحسن من ألفونسو كتير. أنا كمان معجب بيه. ولو كمل طارق على كده يمكن هيبقى في كلام تاني، فعلا طارق واقف دلوقتي مستعد لقتل الطور، فعلا طعنه مضبوطة السيف دخل لآخر. حاسب طارق الطور ما ماتش. لكن ايه ده؟ هيا طارق بلاش كده، ما تديش دعوة للطور. الفونسوسي بيلفوا تاني، خشوا يا رجالة. الفونسو لا يا طارق ما تقدمش على الطور ودك فاضية، عملها لازم على الطور بجنون. الطور ما تحتارها راخا، شايفه ماسك وسطه بيطنح، دي بقت بتبح. ليه طارق بيعاقب نفسه كده؟ يمكن لأنه حاسس إن هو السبب في موت الفونسو. أقدر أقول إيه؟ أقدر أقول لكم إيه؟ زبيدة زبيدة، طارق اتعور يا زبيدة، لازم تروحي له حالا. حنسيبه لمين؟ زبيدة أنا اللي بطلب منك، لازم تروحي له. مش جاي معي؟ ربنا معاك، مع السلامة يا زبيدة. سيداتي سادتي، يؤسفني أن أذيع عليكم خبر وفاة أعظم مسارع إسبانيا. مات ألفونسو من ساعة، وكان بجواري أعز أصدقائي ومدربه سلفادور. تبكي إسبانيا الليلة بطلا من أبطالها العمالقة القلائل. أما طارق فنقل إلى مستشفى سانت ماريا، والنهاردة اتعلمنا درس كبير، اتعلمنا أن الغرور نهايته الموت سواء للشخص أو للغير. أنتوا اللي هنا، أنتوا اللي هنا، أنتوا اللي هنا، فيكوا يا خليل الله. اسمعني بقى كويس، ما تسيبونيش لوحدي. كنت بسألك عنك. ما يهمنيش كنت بتعمل إيه، أنا بدفع لكم عشان تخدموني. عملنا لك المستحيل. مش كفاية هتسأل عليا برضو؟ لأ، من اسبوعين محدش سأل عنك يا فندم. مش عارفك. ما انت بعتني عشان اتأكد لك. منورو لازم يكون سأل عليا. انت بتكذبي. اطلبي نمرة 249 206. بيلار؟ ده انا. بيلار لازم تديني فرصة تانية علشان اثبت لهم انا مين. اصل حق مش عليا. كانت حادثة،
صدفة. ألفونسو مش الحق عليه. اللي بينزل المصارعة لازم يعرف انه بلار. بلار ردي عليا. بلار. بلار. زي ما يكون ماضي وخلص. لكن صحيح هو أصبح جبان؟ والله ما أعرفش. يعني طول عمره مش هيقدر يواجه التور بعد كده؟ يمكن. هو فين؟ ما أعرفش. إيه؟ نسيه بقى. بابا مش هقدر امشي زي الناس كلها. لا يا خوانيتو. يعني هتستغنوا عني انا كمان؟ الله، ليه بتقول كده حبيبي؟ ما انتوا استغنيتوا عن طارق. بطل خلص. فين الناس كلها؟ فين الاصحاب؟ فين الحب؟ في الاعجاب العجيب؟ كل ده راح راح. فين المعجبات والمعجبين؟ كل ده صار في اسبوعين ثلاثة في لحظة. بعدين لوحدك لوحدك برجلك المكسورة يا حلو والإزازة. وبعدين سنين وسنين عملت أزاز مصيبتك على مهلك. بالكتير حيقولوا عنك البطل المنيل بتاع زمان. مين اللي قال له المغفل ده يعمل حادثة؟ حسيت ايه؟ ده جبان. ايه ده؟ ده ريحته خمرة. ارموه بره. واديك بره يا حلو. صفر على الشمال سكير زي انا اهو. خلاص الاوامر. الانيس يا بدر. الدم. ما غسلتش الدم ليه؟ انت ولا حاجه سكير زي انا. ولا حاجه. ولا حاجه خالص زي انا. يا ما هتكرههم، هتحقد عليهم، وبعدين هتبقى خدام زيي. خدام حقير سكير مظبوط زي اهو. ايه لعنة التيران؟ بنيت مجدك على بحور من دمهم. هيسيحوا دمك. هذا لون النبيت اللي ما ببطنك. اهجم يا جبان عشان الناس يزعفني. ايه لسه رافع راسك؟ بك دور الحرب بسرعه عشان الناس يزعفني. دمك ساح. وانا كمان دمي اهو. لكن اهجم اهجم عشان الناس تزعفني. قوم لازم الناس تسعفني. ايه بتترنح بتموت؟ لازم تسعفني. الجمل له سنمين. الدابة واحدة. لا هما اتنين. اقول لك الدابة واحدة. انا جاية من الصحراء. قالوا لي انت اللي جبت طارق من الصحراء، يبقى ضروري عارف هو فين.
انت اللي كنت مستنياها عند الارينا. انت من الصحراء؟ ملقا من الصحراء مش هذا المهم. انا صابره من عمايلكم ويوعى الحين. اسمع، اذا كان جرحك مثل ما جرح غيرك حقك علي انا. هو عفريت شوي، لكن انت اللي جبته وانت اللي علمته وانت اللي كبرته، يبقى انت اللي مديون له مثلي انا. انا مديون له؟ وليه؟ خد على خاطرك منه، لكن ما تبيعهوش. كلهم تركوه، انا وانت ما نبيع الغالي برخيص. انا حقيقي جد ما اعرفش هو فين. هو موجود عند بدرو. تعالي معايا نروح. ايه الشرف؟ هو فين؟ او تقدري تقولي هنا ومش هنا بالمره. انا راجل عجوز وخلصت، حيالله واحد بيسليه بيسال عنه. وديني له ارجوك. ده على الاخر، ما تقوله مره تانيه. حشوفه دلوقتي، يعني حشوفه دلوقتي. طارق، في زوار علشانك. سيبنا لوحدنا أرجوك. ليه كل ده يا طارق؟ عامل في روحك ده كله ليه؟ في يوم شفته هنا أحلى من أيامنا هناك. أديك واقف وحيد غلبان، وعمرك ما كنت وحيد ولا غلبان. سمعني، مش ودانك بس اللي قفلوها، قفلوا قلبك كمان. ولا كنت افتكرت أمك وأهلك وزبيدة اللي صبرت وصبرت، دعست روحك وتعزتني معاك؟ والله حاولت أكرهك وأنساك، كنت كل ما أحاول أكتر أفتكرك أكتر. بكيت كتير، يمكن دموعي تمسح صورتك من قلبي. فضلت في قلبي وفي دمي وفي عقلي، وحبيتك اكتر واكتر. فوق لنفسك، فوق لنفسك، فوق لنفسك، فوق. يلا يا بيدرو يلا. ايوه ايوه، ثانية واحدة، أنا جاي حالا جاي حالا. يلا يا بيدرو استعجل. بسرعة يا ابني بسرعة. يا ابني ايوه. استنوا، خلي معاكم وأنا مقطوع من شجرة ولا إيه؟ استنوا. اللي جرى الألفونسو مكتوب، مش انت السبب. حبي يساعدك لكن ربنا اراد كده. زبيدة، نرجع بلدنا، اهلي واهلك هيسامحونا. وحشتك الصحراء، وحشك حصانك واصحابك. بتريد نتجوز ونرجع لأرضنا وعنزتنا وجمالنا. أنا ما بريد،
ما بعود إلا لما تريد حقيقي من قلبك إنك ترجع، لا لأنك مضطر. غير كده لازم أتأكد إنك طارق اللي بعرفه، الواثق من نفسه، المعتز بكرامته، لا هتضايع التايه. الأول ترجع فوق مكانك، فوق قمة الجبل، وبعدين نرجع للصحراء إذا ردت يا طارق. أنت مجنونة، ما عدت أقدر، ما عدت أقدر أصارع. لا حتقدر، وحتصارع وحتنتصر. يا بار الشجرة هات لي معاك بارة تحلب وتسقيني بالماء الصيني. طارق هيصارع تاني. ايه جرى؟ ما عاد يقدر؟ طبعا يقدر. طبعا يقدر، وانت اللي هتساعده. بابا احسن ممرن في العالم، وطارق احسن مصارع في العالم. سلفو كمان يقدر يمرنه لغاية ما يخف، بس هو فين المماول؟ بلار اروح لهاني. عندك الشجاعة؟ ده يشجع الجن، ده المنعش. اخد بيدرو يوريني السكة. هلا 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 هلا. طارق حظه كبير انه عنده واحدة بتحبه بالشكل ده وبتخاف عليه تجري وراه. داكس مش فاضي. كثك واحدة شقرة. بلا اهو ده بقى مالكيش دعوة بيه خالص. انت يا سباكيه انت تعال. مش من عوايدنا اطلب منك معروف تاني قبل ما وفي جميلك الأول. أنهي جميل؟ جيت أترجاكي تدي طارق فرصة تانية. إذا أنت لسه هنا في أسبانيا؟ وكيف أتركها؟ عشان طارق؟ ما يستاهلش. عندي يستاهل كل خير، وعندك أنت كمان. كذا جيت أترجاكي تدي له فرصة تانية. ليه بقى؟ شفقة؟ صدقة؟ إحسان؟ ولا تخفيل مني؟ أنا عادة بشرب المقلب مرة واحدة وبس، وأنصحك تاخديه وتجري حالا بيه على الصحراء. لأنه يا ويلك من اليوم اللي حينجح فيه. أنا عارفة إنها مخاطرة، بس لازم أجربها، عشان لما ينجح، لما ينجح ويرجع، أبقى عارفة إنه راجع لي بخاطره لا لأنه مضطر. كده؟ يبقى مش راجع. أنا واثقة إنه راجع، لأنه إنسان. أرجوك تساعدي، اعملي خير. لمين؟ لطارق؟ بلاش لي هو، اعملي لله، اعملي لنفسك، ولا قلبك يرتاح وتروحي الجنة. أنا مستريحة قوي كده، خلي الجنة علشانك أنت. أولاً أنا هيسعدني أشوفه مهزوم، وثانياً أشوفهم بيهزقوا، وأحسن لك تفكري زي أول مرة شفتك فيها قلت لروحي تماثيل الملايكة الموجودة عندكم مش ممكن تكون أجمل منك، لكن عينيهم مع إنها منحوتة من صخر أقل قسوة من عينيكي دلوقت. اسمعي استني، أنا هديله فرصة تانية بس علشان أبرهنك إنه إذا نجح تاني برضو مش هيرجع لك.
بقى جبان. يبقى راح فلوس.
كنا سعداء، ايه جرى؟ ليه تركنا ارضنا؟ ليه ما عشنا بين رمالنا؟ حتى عواصفها كانت اقل قسوه من صدى الهتاف.